نعرض لكم الآن مراسم الاستقبال الرسمية لولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد في لندن في داونينغ ستريت، مقر الحكومة البريطانية. كان في استقباله رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. إذن ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد وهو يستقبل من قبل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وطبعا يقوم حرس الشرف البريطاني باستعراض وبتحيته.